أهلا بكم من جديد. المواقف الإقليمية والدولية بعد رحيل الأسد، تساؤلات النقاش مع ضيوف الليلة. ورحب بضيفي الدكتور مأمون أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية، معنا مباشرة من إسطنبول. دكتور مأمون مساء الخير. مساء النور، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم دكتور الكرام. أهلا بك دكتور مأمون. أسمع تعقيبك دكتور مأمون على ما يحدث اليوم في سوريا، تطورات الوضع، الأيدي التركية إن صح التعبير. هناك من يقول أن الجولاني أحمد الشرع، أيا كان المسمى الذي تريده، هو مدعوم من تركيا، وأن تركيا قد تكون لاعبا رئيسيا اليوم في سوريا ما بعد رحيل الأسد. نعم، حقيقة المشهد في سوريا يعني لابد يأخذ الإنسان عدة جوانب. هناك مشكلة أساسية موجودة في سوريا، هناك حوالي أكثر من نصف الشعب السوري مهجر، إما مهجر خارجيا وإما مهجر داخليا، وبالتالي هناك مشكلة أساسية موجودة في المجتمع منذ أحداث الربيع العربي وما جرى في سوريا من أحداث وثورة مسلحة، وحتى وصلنا إلى الجيب الموجود في منطقة إدلب والذي به حوالي لا يمثل عشر سكان عشر مساحة سوريا، به فقط به هذا الجيب به حوالي أكثر من ثلث سكان سوريا، ناهيك عن حوالي ملايين المهجرين السوريين. وبالتالي هناك أزمة موجودة أصلا في هذا البلد، وهناك كانت طبعا أكثر البلدان التي شعرت في البداية بأنها قد تستفيد من هذه الأزمة قد تكون تركيا، ثم بدأت تركيا تشعر بأن هذا الأزمة خانقة لها، خاصة بعد أن يعني تحرك المجموعات عنصرية في داخل تركيا وبدأوا يستغلون هذه الورقة ضد الحكومة التركية، وبالتالي بدأت الحكومة التركية تبحث عن مخرج. وكان شهدنا في الآونة الأخيرة ضغط تركي باتجاه سوريا من أجل لقاء بشار الأسد، لكن بشار الأسد كان يرفض دائما كل مبادرة ويفترض شروط مسبقة لأي لقاء وأي مفاوضات. طبعا هذا الأمر في هذه الفترة منذ عام 2011 حتى عام 2024، طبعا الفصائل الفلسطينية الفصائل الموجودة في الساحة السورية يعني اشتبكت مع بعضها، حدثت في فترات معينة وخلافات وأزمات وبعد، لكنها وجدت طريقة للتعايش وتطوير العلاقة فيما بينها، ثم يعني أنتجت في شمال سوريا كيان سياسي. هذا الكيان السياسي يعني أصبح فيه مستوى الحياة أكثر بكثير من سوريا، خاصة أن الدولة السورية كانت تخضع لعقوبات اقتصادية، وكانت هناك فارق الحياة أو جودة الحياة في الجيب السوري في إدلب يعني أفضل بعشر مرات من الوضع في داخل سوريا. طبعا هذا يعني صاحبه هذا الظرف الموضوعي الظرف العام، لكن الظرف الموضوعي للحدث أن ما حدث من طوفان الأقصى وما حدث مع حزب الله من في المعركة الأخيرة والتي فقد فيها كثير من كوادر الطبقة الوسطى والعليا في الحزب، وبالرغم من الحزب يعني صمد بشكل أو آخر في مواجهة العدوان، إلا أن كان هناك واضح تماما أن الحزب يعاني بشكل كبير من الضربات التي تلقاها. في نفس الوقت كانت إسرائيل تقوم بعملية واسعة في ساحل سوريا ضد أهداف الإيرانية، ضد التجمعات أو المسارات العسكرية، التجمعات العسكرية الموالية لإيران. هذا خلق بيئة مواتية للمعارضة السورية لأن تقوم بعملياتها العسكرية، وما أن وقف القتال في لبنان بدأت القوات هذه تتحرك من أجل تحرك من أجل استعادة السيطرة على أجزاء من الساحة السورية. نعم. الواضح الآن السؤال كان يطرح نفسه، يعني كثيرا تحدثوا عن دور تركيا، لا أحد يستبعد أن تكون تركيا راغبة بهذا الوضع للضغط على النظام، لأنه النظام كان يرفض كل الحلول، وكان واضح حتى آخر لحظة يعني في مقابلة معه قال ماذا سألتقي مع الرئيس أردوغان، سأكل معه البوزة، وهذا كان يعني غريب جدا، حالة تدفيه الآخر وحالة استعلاء غريبة جدا، يعني في عدم وجود رغبة في حل مشكلة السوريين أنفسهم. يعني كثير من السوريين هنا، أنا في إسطنبول يعني أجد آلاف السوريين بشكل كبير في تحركنا، نجد أنهم في حالة ضغط نفسي كبير يتمنون العودة إلى وطنهم في ظل الضغوطات التي يعيشونها في تركيا، لكن لا يستطيعون. لماذا؟ هناك أزمة حقيقية في البلد، والدولة لم تعطي يعني
لم ترحب بأبنائها في هذا الظرف. نعم. الظرف. وبالتالي هذا حمس يعني بشكل كبير المعارضة السورية للقيام بعملها. الغريب جدا أن سرعة انهيار النظام، يعني النظام لديه عدد كبير من الجنود، يعني المعارضة كلها 65 ألف مقاتل، النظام لديه قدرات قتالية وإمكانيات عسكرية تفوق المعارضة أضعف ذلك، سواء في العدد أو سواء في التسلح، لكنه عندما فقد الداعمين الخارجيين أصبح عاجزا، وهذا على أن النظام يعني كان هشا بشكل كبير، غير لا يمثل طموحات الشعب السوري. واضح. دكتور مأمون أبو عامر أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا مباشرة من إسطنبول، أشكرك كل الشكر. أنتقل مباشرة للعميد المتقاعد شامل روكس، عضو البرلمان اللبناني السابق. عميد شامل، السؤال الواضح اليوم، أثر كل ذلك على لبنان، لبنان أمام مرحلة اختيار رئيس بعد شهر من الآن، وهناك تساؤل مهم حول غياب سوريا ودور حزب الله ما بعد سقوط نظام بشار الأسد في دمشق. صحيح. بداية الأهم بلبنان هو وجود النازحين السوريين بكثافة في الوقت اللي في نازحين لبنانيين ولاجئين فلسطينيين، في ضغط شعبي واقتصادي كتير على الساحة اللبنانية. فالموضوع حل المشكلة السورية عامل أساسي بالاستقرار بلبنان. الوضع السوري بالنسبة لنا هو خيار الشعب السوري اللي نحن نحترمه ونقدره بالنسبة للشعب السوري، إن شاء الله يكون فرصة لمزيد من الاستقرار بسوريا، لأنه مثل كما تعلمون إنه الحدود اللبنانية هناك حدود مع الرابطة الفلسطينية وحدود مع سوريا، والباقي بحر. الاستقرار بسوريا موضوع أساسي وكثير مهم بالنسبة للبنان وللشعب اللبناني، خاصة بالنسبة للنازحين السوريين والعودة لسوريا. الوقت ذاته طريق إمداد اللي كانت موجودة بالمحور الممانعة من إيران للعراق لسوريا للبنان، أكيد بتمر بسوريا بشكل أساسي، وكان موضوع تأثير كثير مهم على الوضع اللي موجود في حزب الله بالفترات السابقة، خاصة بالحرب، وما زال كذلك حتى اليوم. اليوم انقطعت الطريق الإمداد بالنسبة لمحور الممانعة وبالنسبة لدعم حزب الله، في وضع صعب بالنسبة لوضع حزب الله بالنسبة لإمداده الطريق الإيرانية العراقية، هو إذا بدك طريق محور الممانعة. بالإضافة لذلك أي عمل داخل سوريا بيأثر على لبنان، وخاصة أنه في ناس لبنانية موجودين بسوريا، وخاصة منطقة حمص والأسر والمناطق هذه الموجود فيها لبنانية، أنه عودتهم للبنان أنه موضوع أساسي كتير مهم. بالإضافة لعودة الناس هين السوريين على سوريا، واليوم كان فيه بشكل كبير معظم المعابر اللبنانية السورية مقفلة ما عدا معبر واحد ومعبر المصنع اللي يودي للشام، ووضع كتير حساس ومهم. هلا في فصائل اللي دخلت على الشام ودخلت على كل المحافظات السورية، هي فصائل كان لها تاريخ بلبنان، نتأمل الوضع هذا يكون لمصلحة الشعب السوري، ما يكون في أي تدخل سوري بلبنان، ولا راح يكون في تدخل لبناني بسوريا بهذا الظرف الموجود. تتوقع انتخاب رئيس في الشهر المقبل؟ انتخاب رئيس أكيد في جلسة معينة بتاريخ 9 كانون الثاني، هذا موضوع جلسة مهمة بهذا التاريخ هذا، وإذا ما أجلت مش ممكن تأجل أكثر من أسبوعين ثلاثة بشكل ينتخب رئيس لبناني بأسرع وقت ممكن، لأنه انتخاب الرئيس بلبنان موضوع محور وأساسي، لأنه الرئيس بلبنان هو من يفاوض بالمعاهدات الدولية، هو من يتعاطى بالاتفاقات الدولية ويبرمها بشكل أساسي، إنه دوره كتير مهم. لكن عميد شامل، هل لا زال برأيك سليمان فرنجية مرشحا اليوم لرئاسة لبنان بعد كل ما حدث في المنطقة؟ يعني ظروفه أصعب، بس الكل بعدهم مرشحين، يعني كل الأسامي اللي عم تنطرح ما زالوا مرشحين على رئاسة الجمهورية بلبنان، وخاصة بالظرف هذا صار في تداخلات دولية محلية. مهم كتير شخصية الرئيس اللي بده يجي على لبنان يكون بعيد عن الطبقة السياسية الموجودة هلا، وخاصة نظيف الكف وبعيد عن التيارات السياسية الموجودة، تقدر يخلق تواصل بين كل هالتيارات. نعم. ومهم كتير يكون عنده علاقات عربية، لأنه لبنان بحاجة لعلاقات عربية سليمة بين لبنان والدول العربية وكل الدول العربية، وخاصة دول الخليجية. بالإضافة للعلاقات الدولية
لأنه مثل ما بتعرف لبنان في قوات دولية وفي لجنة رقابة دولية ممثل بالولايات المتحدة الأمريكية نعم والفرنسية بالإضافة للأمم المتحدة. نعم بقى موضوع رئيس الجمهورية موضوع أساسي وكتير مهم بالفترة القادمة اللاحقة، يكون في نعم يكون الشيء هو أساسي بالحلول اللي ممكن تنطرح واللي عم تنطرح نعم. بالظرف. نعم. عضو البرلمان اللبناني السابق العميد المتقاعد شامل رمز، أشكرك كل الشكر على حضورك معنا هذه الليلة. مشاهدينا وصلنا لختام هذه الحلقة من نبض بلد اللي خصصناها للحديث عن تبعات ما حدث في دمشق اليوم.